يعطيكم العافية. في الإصدار iOS 14 شركة أبل أعلنت عن ميزة اللي هي ميزة البيكتشر إن بيكتشر أو الصورة العائمة، يعني لما تيجي تحضر فيديو راح تقدر إنك تشغل الفيديو وتطلع من التطبيقات وتشاهد الفيديو أثناء استخدامك للجهاز في باقي التطبيقات. كنا سابقا نفعل هاي الميزة على موقع اليوتيوب عن طريق سفاري، نفوت على سفاري بعدين موقع اليوتيوب نضغط على أي مقطع، بعدها نكبر المقطع ونضغط على خيار البيكتشر ان بيكتشر ويطلع معنا الفيديو بهاي الطريقة. لكن أبل سكرت أو شركة جوجل أغلقت هاي الميزة في موقع اليوتيوب، والآن لو خرجت من سفاري أثناء الفيديو شغال يعني طلعت منه ما راح يشتغل معك ميزة البيكتشر ان بيكتشر. طيب كيف نفعل هاي الميزة على تطبيق اليوتيوب الرسمي؟ ان شاء الله راح نشرحها بهذا المقطع. اول اشي بنحتاج انه نروح على الاب ستور، لانه راح نثبت تطبيقين نستخدمهم اثناء هاي العملية. التطبيق الاول هو تطبيق من شركة ابل واسمه تطبيق شورت كاتس او الاختصارات، وهو تطبيق رسمي من شركة ابل، هو بيجي مثبت بالإصدار في الأجهزة مسبقا، لكن في حال كان مش موجود عندك فأنت بتقدر تثبته من الآب ستور عاد. بنثبت تطبيق الشورت كات، بعدها بنثبت تطبيق اسمه سكريبتبل. التطبيق هو أيضا راح يساعدنا تطبيق سكريبتبل، هاي شكل التطبيق. التطبيق هذا هو اللي راح نحتاجه بالإضافة لتطبيق الاختصارات. بنثبت التطبيقين. طيب بعد ما نثبت التطبيقين ونتأكد انهم صاروا موجودين على جهازنا عن طريق الاب لايبراري، بنتأكد انه التطبيقين صاروا موجودين عندنا. بعدها بنروح على سفاري، بنثبت الرابط الاختصار اللي راح يفعل لنا الميزة، راح احط لكم الرابط في الديسكريبشن تحت في الوصف. بتضغطوا عليه وبتفتحوا في سفاري وبتثبتوا، بتضغطوا عليه راح يكون شكل الاختصار كالآتي، بتضغط على Get Shortcut. طيب إذا طلعت لك هاي الرسالة إنه الاختصار كانت بـ Opened بتضغط OK. بعدها بنروح على الإعدادات، بنروح على بنبحث عن تطبيق الاختصارات. بعد ما نبحث عن تطبيق الاختصارات رح يكون في عنا خيار اسمه Allow and Trusted Shortcut، يعني أو لازم نفعل الخيار Allow and Trusted Shortcut. بنضغط Allow، بتدخل كلمة السر وبعدها رح تلاحظ انه الخيار اتفعل. الخيار هذا خاص بالسماح للجهاز أو الاختصارات بأنها تثبت اختصارات من خارج متجر الاختصارات الخاص بالتطبيق. بعد ما نفعل الخيار بنرجع على متصفح سفاري، بنرجع بنثبت الاختصار، بعدين راح يطلع لنا بهذا الشكل. بننزل لتحت آخر إشي وبنضغط Add Untrusted Shortcut، وراح يعطيك إنه تم إضافتها لي قائمة الاختصارات. هاي الاختصار اسمه يوتيوب بي اي بي. طيب بعد ما نتأكد انه الاختصار تم تثبيته بنروح على تطبيق اليوتيوب الرسمي، بنفتح التطبيق، بعدها بنروح على اي مقطع بدنا نشغله. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، بنضغط على زر المشاركة الموجود اسفل المقطع، بعدها بنختار خيار مور او المزيد، بننزل لتحت شوي بنلاقي اختصار اليوتيوب بي اي بي راح يطلع لنا. بعد ما نضغط عليه اختصار صغير فوق بنضغط اوكي، بعدها راح يحولنا على تطبيق سكريبتبل وراح يشتغل معنا المقطع بشكل بيكتشر ان بيكتشر الصورة العائمة بشكل طبيعي، وبنقدر نكمل استخدام الجهاز بشكل طبيعي.